احنا الهمنا الوحيد نجاح الرئاسيات والتوجه الى صناديق الاقتراع بقوه يوم 7 سبتمبر لنعطي كما يقولوها كف لهؤلاء المتربصين بهذا الوطن. رجل المرحله هو عبد المجيد تبون دون منازع، هذه حقيقه واستنجدناها من الشعب. يعني نهضروا روح تهضروا مع الشعب ولا الناس اللي يعرفوا معنا هذاك الكبار هذو حتى الشباب حتى ولاو يعيطوا له عمي تبون، يعني عمي تبون دونك هذو محبتهم ليه. والراجل هذا انسان متواضع، انسان ابن اصل، عائلة شريفة، ولهذا رانا كلنا معاه. برنامج تاعو برنامج طموح، برنامج الحملة تاعو برنامج طموح.